معاك واحد الله بركاته. احد الاصدقاء بيتصل بيا وحاسس ان هو ولا حاجه، ما عملش حاجه، مفيش اي انجازات، حاسس بضيق نفسي رهيب لان هو مش حاسس ان هو قادر يعمل حاجه خالص، رغم ان هو شخصيا لو قاعد كده ومسك ورقه وقلم وقاعد يفكر كده في الحاجات اللي ربنا انعم عليه بيها وفي الحاجات الانجازات اللي هو عملها بفضل الله هيكتب بقائمه كويسه. طب ايه المشكله؟ المشكله ان هو بيبص لغيره، تمام؟ دي مشكلة كبيرة جدا، وخصوصا في وجود وسائل الاتصال الاجتماعي وكل واحد بيقعد يعمل مقارنات بينه وبين الآخرين، ده التاني خد دكتوراه، التاني عمل ماستر، التاني عمل أخد كذا، بيقعد يقارن، هو معرفش التعب اللي تعبه التاني، زائد إن مفيش حد بيتفوق في كل المجالات، صديقي ده متفوق في مجال واحد اتنين تلاتة، عمال بقى يبص اللي حواليه خمسة ستة سبعة، تمام؟ يعني ممكن يكون هو معاه ايفون 8، انا معرفش اخر تليفون نزل ايه في الايفون، مش متابع تليفونات ولا العربيات، بس فرض يعني ان هو معاه 8 وهو مبسوط جدا وشايف ان هو كويس ومش بيعاني منه وبيقضي الاغراض بتاعته وكل حاجه، لا واحد تاني عنده جاب تليفون 9، واو ايه الميزه اللي فيه، ده في كاميرا زياده، بينما الكاميرات اللي عنده زيادة. بس هو بيقعد يعمل مقارنات، ليه ما يبقاش معايا 9، ما يبقاش معايا 10، ويقعد يصرف، ودي من المشاكل الكبيره جدا ان احنا نقعد نقارن بيننا وبين الاخرين. قارن بين نفسك ونفسك اللي كانت من سنة، قول والله اه انا عرفت ان انا احفظ مثلا القرآن اكتر، عرفت ان انا التزم اكتر، عرفت ان انا ادي وقت اكتر لعيلتي، عرفت ان انا اقرأ كتب اكتر، ان انا اضيف حاجة لنفسي، بدأت مثلا اقلل المعاصي، بدأت اقلل السجاير، بدأت اقلل الاخطاء اللي عندي، وهكذا. قارن بين نفسك ونفسك، انسى ان انت قارن بين نفسك والاخرين، لان المقارنات هتبقى فيها مشاكل كتير جدا، وهتقعد كل شويه تبص حواليك وتلاقي واحد مثلا ايه متفوق في الاداره، واحد متفوق مثلا في علم النفس، واحد متفوق في كذا، كل واحد متفوق في حاجه، فالمقارنات دي بتعمل مشاكل كتير جدا، فبلاش. وبلاش الفيسبوك طبعا على طول، لازم نبدا نتحكم في نفسنا ونقلل وسائل التواصل الاجتماعي ونتواصل طبيعي.